الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة النزاهة في العراق كشف عمليات اختلاس تقدر بملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة، موضحة أن ذلك جاء على خلفية ضبطها 1814,000 معاملة وصك ودفاتر صكوك في المديرية. وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في النجف فور تلقيه معلومات تتضمن امتناع مديرية تنفيذ الكوفة بدفع المستحقات المالية الخاصة بالأضابير التنفيذية الخاصة بها. وأوضحت أن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق توصل إلى عدم وجود رصيد كاف في حساب مديرية تنفيذ الكوفة لدى مصرف الرافدين نتيجة وجود عمليات الاختلاس لتلك المبالغ ولعدة سنوات. أعلنت هيئة الجمارك في العراق عن ضبط شحنة مثلجات تالفة في منفذ مندلي الحدود مع إيران. وأضافت الهيئة أن شحنة المثلجات التالفة إيرانية المنشأ وتم الكشف عن أنها غير صالحة للاستهلاك بعد أن فشلت في الفحص الصحي. يشار إلى أن العديد من اللجان المتخصصة أكدت أن هناك بضائع إيرانية غير صالحة للاستخدام لا تزال تغزو الأسواق العراقية. بلغ التضخم الألماني في شهر نيسان الحالي أعلى مستويات منذ أكثر من 4 عقود، مدفوعا بأسعار الغاز الطبيعي ومنتجات الزيوت المعدنية التي ترتفع بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.8% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 7.6% عن شهر آذار الماضي. وتفيد بيانات مكتب الإحصاء بأن آخر مرة سجلت فيها معدلات تضخم بمثل هذا الارتفاع في ألمانيا كانت في خريف عام 1981. قال صندوق النقد الدولي إن الدول العربية المصدرة للنفط تشهد مكاسب غير متوقعة من جراء ارتفاع أسعار الطاقة التي ستدعم اقتصادها. وأضاف الصندوق أن توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي تبلغ نحو 3.6% هذا العام، لكن مصدري النفط العربي يرون تراجعا في أسعار الطاقة العالية سيؤثر على اقتصادهم ويقضي على احتياطهم النقدي هذا العام والعام المقبل، حسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي. وأشار الصندوق إلى أن الدول الأكثر تضررا في الشرق الأوسط هي الدول المستوردة للنفط، ودول مثل مصر تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء من منطقة البحر الأسود. أما الآن فانتقالا لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، نلقاكم بخير.